أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل عشان نتكلم معاكم في الجزء الشيق، الجزء المهم، الجزء اللي كلكم بتستنوه، مع ضيفي وضيفكم أستاذ الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ أمراض القلب كلية طب قصر العيني، عشان يكلمكم كل ما هو جديد في خصوص أمراض القلب. أهلا وسهلا دكتور محمد بيه، ومشرفني ومأنسني وسعيد جدا بوجود حضرتك معايا. الشرف لي ان انا اكون مع حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، يعني انت استاذنا وكلنا بنستفيد من حضرتك ومن علم حضرتك، ربنا يبارك فيك يا فندم ويديك الصحة. هنبدا الاول بالكلام البسيط، احنا الناس كلها بتسمع كلمه الجلطات الجلطات، فبقى يعني بقى مصطلح حتى بعض الناس تقوله هو مش صح. عايزين نعرف يعني ايه تكوين الجلطه اللي بتحصل ساعات في الشرايين التاجيه، اسبابها ايه، ومين الناس المعرضين اكتر للاصابه بيها، ازاي نشخصها وازاي نفرقها عن حاجات تانية. ده سؤال الساعه. لان مفيش مرض في الدنيا في نسبه وفاه عاليه زي الجلطات القلبيه. نسبه الوفاه قد تصل الى 30%. اسمح لي قوي، مش مرض في الدنيا كده خالص. والمشكله كمان ان نص الحالات قد تتوفى قبل ما تلحق توصل المستشفى. خلينا نبدا الحكايه من الاول. القلب ما هو الا عضله بتتغذى من خلال شرايين في منتهى الاهميه، الشرايين التاجيه. الشريان التاجي لو حصل فيه انسداد جزء من عضله القلب هيتعرض للتلف. الجزء ده لو بس 25% مريض القلب هيفضل يعاني من هبوط العضله مدى حياته. لو 40% هيجي له نسبه وفاه تصل الى 100%. يا خبر ابيض. لو هو محظوظ شويه هتبقى النسبه اقل من كده. مهم جدا ان احنا نلحق الجلطه اول ما تتكون خلال 60 دقيقه. لان لو دابت خلال 60 دقيقه المريض هيروح بيته تاني يوم الصبح وما حصلوش حاجه. لو اتاخر عن 60 دقيقه هيبدا يكون في تبعات. انا فجاه وانا قاعد معاك جالي ألم في منتصف الصدر استمر أكتر من 30 دقيقة، أنا مش متعود الألم ده يجيلي، وألم مبرح شديد قد يسمع في الكتف الشمال، قد يسمع في الحلق، قد يكون مصاحب بعرق. الألم ده لازم أتوجه إلى أقرب مستشفى. الطبيب هيعمل رسم قلب وهيقول لي الحمد لله على السلامة ما عندكش حاجة، أو لأ دي ممكن تكون بداية جلطة. ساعتها هنبص في الساعة، أقل من 60 دقيقة الجلطة لازم تكون دايبة. احنا الحمد لله كل مؤسساتنا الطبية عندها القدرة انها تشخص وانها تتعامل مع الجلطة في الدقائق الأولى، وده مشروع قومي متبنيات الدولة المصرية ان احنا بنعالج الجلطة خلال الدقائق الأولى. ده بيفرق جامد جدا. هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو يعني دي تجربه شخصيه، ان فعلا الواحد بيروح اي مستشفى دلوقتي، جميع المؤسسات يعني جميع المؤسسات الطبيه على كافه مستوياتها الحكوميه، بس عشان الناس ما تفتكرش الحاجات الخاصه، الحاجات الحكوميه كلها عندها ادويه السيوله. طيب انا بقى السؤال، افرضي الواحد وصل المستشفى، طبعا بيبقى ساعات بيخش على الطوارئ فيبقى في ديبيتس او في شك ما بين ساعات الدكتور مثلا يقول له ايه ده، ممكن تكون الم في المريء، ده ممكن تكون الم في المعده. ازاي ننصح ان دايما يعني ننصح حتى يعني ننصح المرضى وننصح اطبائنا الشبان ان دايما نخلي ان هو اي مريض جاي بيشتكي بالم في الحته دي نبدا الاول كونها جلطه الى ان يثبت العكس؟ ده سؤال مهم. جزء مهم جدا من التدريب الاساسي لاي طبيب يمارس المهنه في جمهوريه مصر العربيه ان مجرد ما يدخل له مريض عنده الم في الصدر هو بيعمل له رسم قلب على طول. رسم القلب ممكن يبقى طبيعي في الدقائق الاولى، شك هيقول له خليك قاعد معايا تحت الملاحظه، وهيبدا يعيد رسومات القلب ويبدا يعمل حاجه اسمها دلالات للقلب، بحيث ان هو خلال دقائق يبقى الطبيب والمريض عارف بنسبه 100% ان دي ازمه قلبيه او لا مش ازمه قلبيه. لان هو الحقيقه القرار مهم جدا في الدقائق الاولى، فده جزء من التدريب الاساسي لكل الاطباء اللي بيمارسوا المهنه في مصر. طيب الفرق ما بين يعني في حاجه اسمها
أزمة قلبية نتيجة وجود جلطة، وأزمة قلبية نتيجة مجرد تقلص في الشريان. تمام، الفرق بين الاثنين إيه هو نشرحه للناس؟ إنما أعتقد كالمريض بيحس دائما نفس الأعراض. صحيح. لو أنا بعمل مجهود وجالي ألم في الصدر، أنا نفس المجهود ده كنت بعمله كل يوم وما كانش بيجي الألم، ده دلوقتي بعمل المجهود ده أطلع دورين سلم ألاقي ألم في منتصف الصدر، بس تريح شوية الألم يضيع، أنا ما كنتش متعود على الحكاية دي قبل كده. ده اللي بيسموه ألام الذبحة الصدرية، ده مفيش جلطة ولا حاجة بس في تضيق في الشريان، لازم أعرض نفسي على الطبيب المختص وأبدأ أخذ الخطوات عشان أتغلب على الذبحة أو على التضيق البسيط. مهم جدا نعرف الفرق بين الذبحة والجلطة. جلطة انسداد كامل، الوقت مهم جدا، لازم أسلك الشريان ده في أسرع ما يمكن، الشريان التاجي. لكن وجود الذبحة ممكن الأمور تبقى أقل سرعة، بس يكون في اطمئنان من خلال الطبيب المعالج. طيب لو احنا شخصنا ان دي لا قدر الله جلطة مش ذبحة، خلاص امتى يبقى عندنا بعد، يعني طبعا حكاية الحركة اللي هتتكرر بقى ان احنا ناخد الحقن امتى اللي هي بتذيب الجلطات، او ان احنا يكون في تدخل طارئ، يعني هل يوجد تدخل طارئ للقسطرة في الفترة دي ولا مجرد الحقن بس؟ ده سؤال مهم، والسؤال ده كان مهم على مستوى العالم كله. الحد ما تحط بروتوكول في جميع أنحاء العالم التعامل مع الجلطات القلبية، نفس البروتوكول اللي بيطبق في جمهورية مصر العربية بيطبق في الولايات المتحدة بيطبق في البرازيل والهند. لو المريض رايح مكان المكان ده عنده الاستعداد انه يعمل قسطرة قلبية، بيدخلوه على قط القسطرة على طول يشيل الجلطة بطريقة ميكانيكية. طب لو المكان ده ما عندوش الاستعداد ده، ساعتها يشوف هل أقرب قسطرة قلبية قريبة خلال ساعتين، ساعتها هيبعته يعمل قسطرة. طب لو خلال ثلاث ساعات يديله حقنة تداوب الجلطة وبرضه يبعته. يبقى البروتوكول بقى واحد، عشان تاني احنا بنتعامل مع أخطر أمراض العصر الجلطة القلبية. المشرعين على مستوى العالم كله حطوا بروتوكول، والدولة المصرية كانت من أوائل الدول اللي تلتزم بالبروتوكول ده. البروتوكول ده بيطبق حتى لو في كفر صغير في الصعيد أو حتى في مركز أو حتى في القاهرة الكبرى. دي أجمل حاجة، أجمل حاجة إن دلوقتي بقى كل حاجة، يعني ما حدش يرجع يقول لك إيه أصل لازم جري ينقلوني لقصر عيني اللي في القاهرة عشان نعمل، لا بقى أي مستشفى ماشية بنفس البروتوكول. نفس البروتوكول، حتى لو كفر صغير في بحر أو في إبلي هيبص يقدر يبعته يعمل قسطرة ولا يدي الحقنة اللي بتداوب الجلطة، والحقنة متوفرة. طيب سؤال بقى، مريض ده بالصدفة كان موجود في مكان ممكن إن هو يعمل فيه قسطرة، طيب لو كان سبق قبليه مثلا يعني تراح جزء الأول عادي وداله حقنة سيولة قبليها بساعة ساعتين حركة بعد كده بيتنقل، طيب لو هو اتنقل دلوقتي بعد قد ايه نقدر نعمل له القسطره من اخذ حقنه السيوله؟ يعني هل ممكن في ساعتها نخش برضك نشتغل ميكانيكال يعني نحن ريموفال ولا لا احنا نستنى شويه؟ اسئلتك كلها الحقيقه يعني اسئله حلوه جدا. ربنا يخليك يا رب استاذي بقى وبتعلم من حضرتك. اسئله حلوه جدا. ربنا يخليك. لو انا اديت الحقنه اللي بتداوب الجلطه هشوف المقاييس، يا ترى الجلطه دابت دابت، ساعتها ما اقدرش اعمل القسطره اللي بعديها بساعتين. طب لقيت بالمقاييس العلميه الجلطه لسه ما دابتش والعيان عنده لسه الم في صدره ورسم القلب لسه ما اتعدلش، معناها الجلطه لسه شغاله، ساعتها ادخله اوضه القسطره على طول وما استناش الساعتين دول. تيز حلو. طيب لو احنا دخلناه طوارئ، الفرق من احنا ندخل عيان اتحضر ومثلا عنده دي الم ذبحه ودي ونحضره وندخله عادي براحتنا، والفرق ما بين عيان دخلناه طوارئ عشان فيه جلطة، هل ممكن بنعمل التوسيع عادي خالص، توسيع ببالونة أو توسيع بغيره وبعدين نحط الدعامات عادي خالص، ولا بيبقى حالة الطوارئ ليها يعني بريكوشنز أسرع ان احنا لا احنا عايزين بس نحط نشيل الجلطة وخلاص وبعدين بقى ندخله بعد كده بقى نركب الدعامات براحتنا؟ أول ما العيان يتشخص ان هو عنده جلطة أنا ببص في الساعة، الحقيقة الوقت من ذهب، وكل ما الشريان ده اتسلك
والدم بقى بيمشي فيه بطريقة طبيعية بدري، كل ما أنا أنقصت عضلة القلب. لو أنا تأخرت عن 6 ساعات أكني ما عملتش حاجة. لو أنا عملت الشغلانة دي أول ساعة أنا أنقصت العضلة كلها. من خلال الكونسبت ده أو من خلال المفهوم ده، على طول العيان اللي بيتشخص في الاستقبال عنده جلطة، المستشفى في مصر مش بره مصر بتطلعه على طول من الاستقبال على قط الأسطرة، وبيسلك بأي حاجة، ببلونة، بدعامة، أهم حاجة ما يطلعش من المكان ده إلا والدم بيتدفق بصورة طبيعية في الشريان. بعد كده اعمل اللي انت براحتنا بقى. اعمل براحتنا. طيب معنا أسامة. أستاذ أسامة السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. الله أهلا وسهلا يا فندم، سؤالك إيه؟ والله يا فندم هو الموضوع كله أنا عندي 53 سنة. أيوة السلام عليكم يا باشا. اتفضل. والله يا فندم أنا عندي 53 سنة. اتفضل كمل. عندي حاجة على فوق من المعدة زي قلب الطوب كده، لازم ماسكة من صدري لغاية شرتي. قلب الطوب من الجنبين، ماسكة من الجنب دي للجنب ده. وعندي زي قلب الطوب، وعندي حاجة وجع على فوق من المعدة بس جنبي على تحت كتفي الشمال ماسكة لغاية شرتي برضه، بتبقى وجع جامد جدا في الجنب اليمين. الكلام ده بقاله قد إيه؟ من شغل يا فندم بس انا كل ما اخش في وجهك ده في المعده واخد علاج وارميه واخد علاج واسيبه، عاوز الحل بقى مش قادر اعمل حاجه خالص. حاضر عينيا. حاضر. وعندي وجع، وعندي وجع في الجنب اليمين فوق المعده بس هي في الجنب اليمين وجع شديد اهو. حاضر هنرد عليك، تابعنا من التلفزيون ما تقفل. معانا برضك استاذ سعيد بالمره. استاذ سعيد الو السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر حضرتك، سؤالك ايه؟ الله يبارك لك. انا مركب حضرتك مركب دعامه في 2016 في 9/16. وجيت في 1/9 اللي فات ده اللي هو 22 لقيت نفسي تعبت، فرحت حمد السيد في الزقازيق برضه ركب دعامه ثانيه. كويس. فالوقت بقى الدعامه الاولانيه كنت اخر حلاوه كويس 100 وبشتغل وكله 100. الثانيه دي بقى من ساعه ركبتها لو بصيت لفوق كده بدوخ، واي مجهود بتلاقي انهت ودوخ خلاص. اوكي ده من يعني انت كده داخل على 6 اشهر اهو مركبها صح؟ عاملها 1/9 بالظبط الحمد لله. 1/9 اوكي. حاضر حاضر تحت امر حضرتك، تابعنا حاضر من شاشه التلفزيون. استاذ اسامه عنده 53 سنه وعنده الم في الصدر زي قلب طوب، وبعدين دايما على طول معاه من صغره، وخد علاجات كتير لفم المعده والمعده وما بيجيبش نتيجه، وعنده بردك الم ساعات في ناحيه اليمين، ننصحه بايه؟ الرساله اللي عايز اوجهها لكل السادة المشاهدين، إن بعض الأحيان ألام القلب بتختلط مع ألام الجهاز الهضمي، لكن ألام القلب مميزة. أنا الاتنين الألم في منتصف الصدر، بس الألم اللي بيزيد مع المجهود ده قلب. الألم اللي يقعد معايا دقايق وبعد كده لما استريح يختفي ده قلب، وبعد كده لما اجي ماشي يجي تاني ده قلب. الام الجهاز الهضمي تيجي وانت قاعد مستريح بعد الاكل، يستمر لساعات طويله، يبقى معاه غثيان وغممان نفس. الاولاني تتوجه لطبيب قلب، والتاني تتوجه لطبيب جهاز هضمي. طبعا من ضمن الامراض عندنا المشكله هي الجرثومه الحلزونيه، موجوده منتشره خصوصا مؤخرا في مصر، والحقيقه علاجها ما بقاش سهل لان احنا عندنا مقاومه للمضادات الحيويه بالزبط. فبالتالي يمكن العلاج يحتاج حد متخصص في الجهاز الهضمي عشان يريحك من الالام ده. يبقى استاذ اسامه بالاعراض اللي بيقولها دي في الغالب يتوجه لحد جهاز هضمي. طيب استاذ سعيد كان مركب دعامه في 2016 وركب دعامه ثانيه في شهر 9/2022، وبعد ما كان في الاول مرتاح بالدعامه الاولانيه، الدعامه الثانيه بيجي له دوخه يعني ونفسه بيروح وحاجه زي كده، ايه بقى؟ هو ليه حق، لان هو متوقع ان بعد الدعامه الدنيا تبقى جميله واحنا موافقينك تماما. لكن التعب اللي انت بتشتكي منه بعد الدعامه الثانيه يبدو ان ملوش علاقه قوي بالدعامه. بمعنى ايه؟ امتى اخاف ان الدعامه يكون فيها حاجه او حواليها حاجه؟ تاني لو جالي الألم في منتصف الصدر اللي بيجي لمدة دقايق ما عامشي، ولما بيستريح الألم بيروح، ده قصة. لكن هو بيشتكي من نهجان وبيشتكي من دوخة. بعض الأنواع العلاجات
اللي بتثبت الدعامات وبنستخدمها بتعمل شوية نهجان. ممكن يكون عنده ضعف في عضلة القلب فنبدأ ندور العلاج المثالي عشان عضلة القلب. فأنا أنصحك أنك تروح للطبيب المعالج يتبقى عندك ثقة إن ما حصلش حاجة في الدعامة التانية، لكن المشكلة كلها في العلاجات اللي حواليها أو في حاجة، قد تكون أنيميا، قد تكون ضربات قلب مش منتظمة، أسباب كتيرة نخلي الدعامة التانية زي الأولانية. طيب معنا أستاذ محمود. ألو السلام عليكم. الله أهلا وسهلا أستاذ محمود، سؤالك إيه؟ سؤال، أنا عامل يسطرة من 7-8 سنين. أيوة. تشريش حواليه. أيوة. وبعدين عندي ضغط ضيق في التنفس، ورحت كشفت عند الدكتور قال لي انت لازم دعامه. دكتور قلب قال لي انت لازم دعامه. اوكي. ورحت المستشفى من 20 يوم ولا شهر كده، عملت القرار وكل حاجه وسلمته وما فيش، وقالوا لي لما نتصل عليك تعالي. لحد دلوقتي بقى لي يطلع شهر ما اتصلوش علي. ده في مستشفى ايه؟ مستشفى سموحه بالاسكندريه. ماشي، تحت امرك. حاضر. نعم حاضر، هتصل هيرد عليك بس الدكتور وبعدين هنتصرف حكايه سموحه دي. حاضر، تحت امرك. طبعا هو كان عنده عامل قسطره من 7 سنين، بس كان تسليك بس، او يعني زي بالون بس، وبعدين بدا دلوقتي يجيله ضيق جامد في النفس، فقال له عايز دعامه، وبدا يعمل قرار وحاجات زي كده. هم لغايه دلوقتي بقى له شهر لسه ما بعتلوش عشان يجي يركب الدعامه. هم على طول طبعا مجرد ما تتوفر المستلزمات، احنا عندنا عشان الأزمة الاقتصادية بالزبط اللي احنا بنعاني منها في بعض تأخير في المستلزمات، لكن هيتصلوا بيك على طول وهتروح وهتعمل الدعامة. لكن الرسالة اللي انا عايز اقولها ان مش كل نهجان صاحبه بيبقى محتاج دعامة. النهجان ده اولا ممكن يكون ملوش علاقة بالقلب، ممكن يكون عنده علاقة بالصدر، ممكن يكون فقر دم انيميا، ممكن يكون له علاقة بالقلب في صورة عضلة القلب معتلة، ممكن يكون عنده خفقان في القلب. فالحقيقة ان قبل ما نقول المريض انت محتاج دعامة تانية، لازم نكشف عليه كويس ونتأكد ان مفيش سبب تاني ممكن نعالجه دوائيا. برضو السمنة المفرطة من احد اسباب النهجان في بلدنا، عدم ممارسة الرياضة والاكل اللي هو الاكل الدسم والوزن الزياده، كل ده اسباب تعمل نهجان، مش لازم يكون محتاج دعامة. يعني تكملا لكلام حضرتك، ان برضك عندنا بعد يعني في ناس كتير قوي اتصابت بكورونا، ربنا يشفيهم جميعا، حالات كتيره قوي 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 ما بعد الاصابه بكورونا، اذا كانت صاب مره او مرتين واتيفر، بيجي له بردك اعراض نهجان، وللاسف بيعتقد ان دي لانها بتطول قوي، ممكن بتقعد شهور وسنين، يعني بتقعد ساعات 7 أشهر سنه، فبيعتقد ان دي تكون امراض قلب. وللاسف لا، هو بيبقى محتاج يتابع في العيادات بتاعه المستشفى بتاعه الصدر، هي اللي هي بتسميها عياده ما بعد الاصابه بكورونا. معانا استاذ محمود واحد تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، تحت امر حضرتك. سؤالك ايه بيه؟ سمحت يا دكتور. معاك الدكتور محمد بيه، اتفضل. سؤالك ايه؟ انا عندي نغزه في الناحيه الشمال يا دكتور، وخذلان من ورا كده يا دكتور، من تحت كتفي. نغزه في الناحيه الشمال وخذلان في ظهرك ودراعك الشمال، ايه تاني؟ في الكتف من ورا يا دكتور، وعند موضوع الحرقان اللي في المعده دوني، واحيانا بيجيب لمؤاخذه البراز ناشف، واحيانا سايل وامساك جامد وانتفاخ يا دكتور. حاضر، تحت امرك. حاضر، اوكي. طيب احنا بندخن، عندنا ضغط او سكر، والوزن شكله ايه؟ استاذ محمود معانا؟ بتعالج بالضغط والسكر يا دكتور عندي. الو؟ الوزن 110 يا دكتور. وزنك 110 وعندك سكر او ضغط؟ اه ايوه يا دكتور. يعني عندك الاثنين، ضغط وسكر؟ بيدخن. تشرب سجاير؟ مدخن. ايوه يا دكتور، مدخن وسكر وضغط ووزنه 110، يعني كل الشروط كامله. لا انا زعلان منك. اه بالظبط. وحتى برغم ان الشكوى بتاعتك الحاليه بتقول انك انت سليم، لكن لو فضلت الوزن زياده وفضلت السكر والضغط مش مظبوطين وفضلت بتدخن، بعد شويه هتكلم الدكتور وليد وهتقول له انا جالي القلب. الشكوى بتاعتك لا، ما بتقولش ان في قلب حاليا دلوقتي. تاني الشكوى قلناها مره تانيه، مريض القلب، الم في منتصف الصدر بيجي مع المجهود، يستمر دقايق
ولما تستريح الألم بيروح. دي الشكوى اللي احنا بنقول عليها مريض قلب يكشف قلب. لكن تاني انا زعلان من اللي انا سمعته انك انت كل العوامل اللي بتعرضك لتصلب الشرايين موجودة عندك وانت مش واخد بالك. وهو للأسف للأسف دي برك من الحاجات اللي بنوه فيها كتير قوي هنا هوت، ان المريض بتاع السكر يقول لك انا سكري مظبوط، اه زي الفل، على كام؟ 300، على كام؟ 400. التراكمي بتاعك كام؟ 7.5 او 8 او 8.5. بيعتبر ان ده النورمال بتاعه. يعني للاسف الناس بقت دلوقتي ماشيه على بارامترز غلط خالص. يا جماعه لو سمحتوا، يعني زي ما دكتور محمد بيبي يقول كده، ان ممكن ببساطه جدا انك تيجي لك تصلب شرايين او يجي لك اعراض مشاكل في القلب نتيجه ان انت مهمل حاجه سهله قوي علاجها. ودلوقتي ما شاء الله يعني العلاج تقدم يعني في حكايه السكر والضغط. المنظر اللي انا شايفه ده هيجي له، هي مساله وقت. مفيش حد ابدا في الدنيا يدخن وضغطه عالي وسكره عالي ووزنه زياده الا ما يجيله تصلب في الشرايين. ممكن يكون في القلب وممكن يكون في المخ. بالظبط. فالحقيقه الرساله اللي عايز اوصلها للساده المشاهدين ان سهل جدا ان احنا نعمل وقايه، اسهل بكتير من العلاج. يا رب. طيب في موضوع تاني مهم قوي قبل ما يجي لنا تليفونات، موضوع الرفرفه الاذنيه او الذبذبه الاذنيه. عايزين نفهم، لان الناس كده قوي قوي برك بدات تقول لك ايه، انا حاسه ان في رفرفه في قلبي، انا حاسه ان ايه، يعني هي عباره عن ايه، امتى تبقى مرض وامتى تبقى حاجه طبيعيه. كلمه الذبذبه الاذنيه بتطلق على حاجات كتير، لكن علميا بنقصد بيها ان الاذين في القلب ما عندوش القدره ان هو ينقبض وينبسط فبيرفرف. وانا ما عنديش مشكله في الاذين، انا مشكلتي طبعا في البطين. البطين لا يسمح له مطلقا ان هو يرفرف، لاما يكون هو مصاحب للوفاه. الرفرفه البطينيه مصاحبه للوفاه، ولكن الرفرفه الاذينيه غير مصاحبه للوفاه. الرفرفه الاذينيه بتيجي لناس كتير، كبار السن، الناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي عندهم امراض في القلب، الناس اللي عندهم تمدد في الاذين. لما بتيجي لازم يحس ان لا مش هو، ضربات القلب ملخبطه باستمرار، مش ملخبطه لمده ثواني ولا دقائق، والنفس مختلف وممكن يصاحب بشويه دوخه او اعياء، قدرته على ممارسه العمل اختلفت. في الحاله دي بيروح للطبيب وبيقوم. يا ترى الذبذبه الاذينيه دي نقدر نسيطر عليها بالعلاج ولا بنبدأ نعمل لها حاجات تانية بحيث إنها تختفي تماما؟ وبنديها علاج بسيط أهمه هو علاج السيولة، نعمل سيولة محببة في جسم الإنسان. ما هياش قصة كبيرة، لكن لما تحس بأي أعراض لها علاقة باضطرابات القلب، لو الاضطرابات دي هي موجودة وانت مستريح مش مع المجهود، لو معاها أعراض لازم إنك انت تستشير الطبيب بتاعك. مرة تانية عايز أفرق بين ضربات القلب اللي كلنا بتحصل لنا مع المجهود، ممكن تحصل لي تبقى لحظية مش مستمرة ومعهاش أعراض، وبين الضربات اللي تستمر فترات طويلة بتيجي وأنا مستريح، صحيني من النوم، ملهاش علاقة بالمجهود ويبقى معها أعراض. هو ده القصة، نفرق بين الضربات الطبيعية والضربات المرضية. طيب لو شخصنا ان دي عنده رفرفه اذنيه مرضيه، حضرتك قلت ان هي بنبدا العلاج بحاجات مضادات سيوله. طيب ادينا مضادات السيوله ولقينا بردك لسه الامور ما استقرتش، طبعا في ادويه ممكن تكون بتخفض دقات هنجربها. طيب جربنا ده وجربنا ده وما نفعش، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ معظم الحالات بتستجيب لعلاج الدوائي، حالات قليله بنضطر نعمل معاها حاجه اسمها كوي. والكوي ده هو بنروح البقره اللي مسؤوله عن الذبذبه وبنكوي حواليها بحيث ان الذبذبه دي بنتحكم فيها وبتختفي. لكن تاني معظم الحالات الحقيقه بتستجيب للعلاج الدوائي، وعندنا يعني مجموعه من الادويه اللي بتجيب نتائج معقوله جدا في حالات الذبذبه الاذينيه. ما هيش من الامراض المستعصيه في علم امراض القلب. هي اصلها الفترة اللي فاتت دي، يعني انا مسالك بس كتير قوي كنت اسمع مع الشباب الصغيرين، ولاد وبنات، خصوصا البنات،
ان بدا يجي لهم فعلا يعني يقول لك انا عندي البتيش عندي دايما دقات قلب سريعه، وبينما بييجوا يقيسوا دلوقتي الجهاز الاجهزه الديجيتال بتجيب النبض كام؟ تلاقي 115 120 مع سن صغير، ما كناش متعودين على الكلام ده ايام زمان. بس عايز افرق بين لخبطه الضربات اللي كلنا صغيرين وكبار ممكن نحس بيها، وبين الضربات المرضيه او الذبذبه الاذينيه او الذبذبات اللي بسببها نروح للطبيب. كلنا مع المجهود هنحس بضربات قلبنا سريعه، كلنا مع المجهود الشديد ممكن القلب يلخبط سنه، كلنا مع الانفعالات مع شرب القهوه الكتير مع عدم النوم نحس بشويه لخبطه لحظيه في الضربات، وما يبقاش معاها الاعراض الجامده ولا نهجان ولا اغماءات ولا دوخه. كل ده طبيعي، ربنا خلقنا عشان القلب احيانا يلخبط، مفيش فيها مشكله. اللي انا بتكلم عليه لخبطه دائمه مصاحبه باعراض، هو ده اللي انا بسببه لازم اروح الطبيب اقول لا ده انا عندي حاجه غلط. معانا استاذه عزيزه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. يا اهلا وسهلا، سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انا عندي ضغط، وبعدين رحت للدكتور قال لي عمل لي رسمه قلب، قال لي ما عندكيش حاجه. حضرتك عندك كام سنه؟ الو اتصلها تقريبا تقريبا خطا، هو عندها ضغط وعندها للاسف يعني. طبعا نكمل بعديها. طيب معانا استاذ ايهاب، الو السلام عليكم. السلام وبركاته. الو استاذ جهاد، السلام عليكم. ايوه يا دكتور، السلام وبركاته. اتفضل يا فندم. انا عايز اكلم الدكتور. الدكتور محمد مع حضرتك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا شغال عامل زراعه، وبيجي عليا اوقات اعرق واقع وجلدي اغمق كده. تمام. والحكايه بروح لراس البزوات وبعرق عرق جامد يا دكتور، وظبط جامد، وابقى عايز استبرق ومفيش استبراق. ورحت لدكتور القلب فقال لي اعمل لي سيول. كمل كمل. ها عندي ضغط بس ما عنديش اعمل ايه يا انا؟ سؤالي ليك لما تمشي مسافه طويله في عندك مشكله؟ منهج يا دكتور، لما اجي اشتغل منهج قوي. الوزن شكله ايه؟ انا ما وزني 80 كيلو. يعني كان في زياده في الوزن مؤخرا ولا هو ده وزنك من زمان؟ لا انا وزني من زمان كده. تمام. في حاجات كتيرة ممكن تعمل النهجان ده، مش القلب بس. بالنسبة للقلب سهل قوي ان احنا نعمل رسمة قلب وموجات صوتية على القلب، وطبيب القلب يكشف عليك بالسماعة. الحاجات دي هي تطمنك ان ما عندكش مشاكل ولا في عضلة القلب ولا في صمامات القلب. لكن قول لي عندك اضطرابات في القلب. تمام. مهم كمان ان تعمل معامل تحاليل تتاكد ان مفيش سكر عالي، مفيش انيميا، مفيش مشاكل في الكلى. مهم جدا ان الدكتور برضه يكشف على صدرك يتاكد ان ما عندكش التهابات صدريه زي ما الدكتور وليد اشار. الف سلامه. تحت امر. موضوع الصمامات الجديده، كل دلوقتي بيتكلم على كان زمان لازم عشان نغير الصمام لازم بنفتح عمليه قلب ونشيل الصمام ونحطه. دلوقتي بقى الحديث وده يعني بقى حتى بتعمل في مصر عندنا ان تغيير الصمامات عن طريق القسطره، بالذات الصمام الميترالي، ولو ممكن نخش في الاورتي. تمام. فعايزين بس نشوف بقى يعني ايه الجديد في الكلام ده. هو ده الثوره في مجال امراض القلب. واحنا الحمد لله في مصر مش متاخرين على اللي بيحصل حوالينا في العالم. نفس الرعايه الطبيه اللي بيلقاها المريض في اي بلد في العالم هي موجودة في مصر، بالذات مع تفعيل منظومة التأمين الصحي. احنا بنقدر من خلال القسطرة القلبية بدون شق الصدر ان احنا نغير الصمام الأورطي ونصلح الصمام الميترالي ونقفل العيوب الخلقية في القلب البسيطة، ولو في صمام ضيق ممكن كمان نوسعه. الكلام ده هو ما كانش موجود في السنين اللي فاتت،
دلوقتي بقى موجود. والجميل ان الحاجات دي ممكن تتعمل في التأمين الصحي، وممكن تتعمل على نفقة الدولة في المنظومة الصحية بتاعة جمهورية مصر العربية. إذن المواطن المصري حتى ما عندوش المقدرة المالية ممكن يعمل حاجات دي هي اللي هي مكلفة جدا بالمناسبة. ما محدش عارف بس أسعار غالية جدا 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 فعلا. ممكن يعملها على نفقة الدولة. لما نتكلم ان في دولة تقدر توفر لمواطنيها إجراء قد يتكلف بليون جنيه بتعمله له بدون أي تكلفة، فالحقيقة إحنا لازم نحيي المشرع المصري والإدارة المصرية على اللي تعمله في سبيل المواطن المصري. هو ده اللي كنا نفسنا يا جماعة. بس يعني كلام أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور محمد عبد الغني اللي هو فعلا إحنا في الفترة الأخيرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى على سبيل المثال إحنا حضرتك بتتكلم على الصمامات دي غالية جدا، أدوية المناعة غالية جدا وللأسف برضك بتبقى بالملايين، ودلوقتي بتتصرف تبع قرارات الحكومة نفقة الدولة. والحمد لله احنا زي ما حضرتك قلت كده احنا مش يعني الحمد لله لا نقل اي شيء في اي علاجات عن اللي بيحصل بره. يعني طبعا هو للاسف وقت حلقتنا جري بسرعه، بس استفدنا كتير قوي من وجودنا مع حضرتك، وسعيد جدا جدا بتشريف حضرتك لينا، وربنا يا رب يديك الصحه ويمتعك بالصحه كده وتفيدنا دايما في حلقات كتيره باذن الله. الحقيقه انا اتشرفت جدا يا دكتور وليد، لان على المستوى الحقيقه الشخصي والمهني انا من كبار المعجبين بيك. ربنا يخليك، ده شرف ليا. فالحلقه طبعا يعني اتمنى ان احنا نكون من خلال حضرتك وصلنا رسائل مهمه للساده المشاهدين. الف 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 شكر. في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ الدكتور محمد عبد الغني استاذ امراض القلب كليه طب قصر عيني، وان شاء الله لو ربنا حيانا باذن الله الاعاده تبقى الساعه 10 مساء، ونشوفكم يوم السبت القادم إن شاء الله من الساعة 2 للساعة 3 على الهواء. نراكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.